السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من Techniques of Scientific Writing. النهاردة هنتكلم عن Writing Ethics. يعني إيه Writing Ethics؟ حتى Writing ليه Ethics؟ أيوة، الـ Ethics أخلاقيات الكتابة، تمام؟ حتى Writing ليه أخلاقيات. طيب، تعالوا نعرف مع بعض إيه هي أخلاقيات الكتابة. أول حاجة using other people's words or data ده بيسمى plagiarism. يعني إيه؟ هل حضرتك ترضى إن حد يستخدم حاجتك أو كتابتك أو كلماتك الخاصة، تمام، اللي حضرتك صايغها من غير ما حتى يقول إنها بتاعتك؟ plagiarism يعني غش، يعني خداع، يعني حضرتك استخدمت حاجة الغير وكلمات الناس التانية بدون ما تشير ليهم، تمام؟ وده ممنوع تماما في أي نوع من الكتابة العلمية أو scientific writing اللي احنا هنتطرق ليه إن شاء الله في المحاضرات الجاية. طيب، جميل. يعني أول حاجة إن استخدام الكلمات أو البيانات الخاصة بأشخاص تانية غير حضرتك، ببساطة لو استخدمت عمل شخص دون الالتفات لحقوق النشر والطبع الخاصة بالمؤلف ده، فده اسمه ببساطة سرقة، حتى لو هتفلت من العقاب أو لأ، فده مش موضوعنا. موضوعنا هنا إن ده اسمه سرقة، وده مخالف للرايتنج ايثكس بشكل عام. تاني حاجة مرتبطة بالنقطة الأولانية اللي هي not reporting others' work. يعني إيه؟ يعني لو استخدمت حاجة من حد مع حتى إعادة صياغتها، يعني أنت صغتها بكلماتك الخاصة أو استشهدت بكلام حد تاني، اعرف إنك لازم تكتب المرجع ده، إن هو بيشير المرجع للكلام ده، إن هو بيشير للشخص التاني ده اللي حضرتك استخدمت كلماته حتى مع إعادة صياغتها بكلماتك، تمام؟ يعني حتى لو أعدت صياغة الحاجة اللي انت واخدها برضو لازم تشير لصاحب الشغل نفسه. وده مش عيب ولا غلط إن انت، ولا ده بيقلل من حضرتك، لأن احنا ما تخلقناش لوحدنا في الدنيا دي، ولا هتعيد حضرتك اختراع العجلة تاني حتى لو بتعمل شغل from scratch، برضو حضرتك بتشتغل على شغل ناس تانية، فالناس التانية ده من حقهم عليك قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام ضميرك ان انت تستشهد بشغلهم وان انت تشير اليهم في شغلك. ثالث حاجة من الحاجات اللي الناس كتير بيعملوها علشان يترقوا، علشان تظهر اسمهم في السيرش كتير، وعلشان يظهروا أكتر ويشتهروا أكتر، إن حضرتك تاخد كلام برضو حد أو تاخد شغل حضرتك ما عملتهوش وببساطة تضيف اسمك عليه، أو مجموعة من الريسيرشرز مثلا محطوطين ومحتاجين حد بس يمول، فحضرتك مثلا تمول الريسيرش ده، تمام، وتضيف اسمك عليه بدون ما تبذل اي مجهود، وده طبعا مخالف برضو للاخلاقيات زي ما احنا هناخد بعد كده في البروبوزل والريبورت والحاجات دي. رابع حاجة double publishing and multiple submissions. يعني ايه double publishing and multiple submission؟ يعني لو حضرتك حبيت تنشر بحث او كتاب او اي مقالة، ما ينفعش تستخدم نفس الفكرة مع نفس البيانات اللي حضرتك استخدمتها في المرة الاولى وتنشرها مرتين. الاستثناء هنا لو هتكتب مقالة لجمهور شعبي مش علمي، فممكن حضرتك أدام ده شغلك ممكن حضرتك تستخدمه مرتين، مفيش مشاكل، بس لو في شرط واحد اللي هو يكون شغلك. وبرضو بالمثل ما ينفعش إن حضرتك لو نشرت حاجة بلغة
تترجمها نشرت بمعنى هنا يا جماعه النشر العلمي، مش النشر على الفيسبوك او السوشيال ميديا، لا نقصد هنا النشر العلمي، تمام؟ الساينتفك ريسيرش او ساينتفك بابليكيشن، لو حضرتك هتنشر كتاب، لو حضرتك هتنشر بحث علمي، نتائج شغل معين، تمام؟ يبقى لو نشرت بلغة معينة ما ينفعش ان حضرتك تترجمها وتنشرها تاني بلغة تانية في جورنال تانية، مع ان الجورنالز او اللي هي الجورنال هنا مش معنى ان هي برضو الصحيفة او المجلة، لا الجورنال هنا بمعنى اللي هي scientific journal، وده مش حوارنا دلوقتي ايه هي scientific journal، لكن ببساطة انا هعرفكم ايه هي scientific journal، انتوا كده كده هتاخدوا research methods في سنة من السنين ان شاء الله. scientific journal ده مكان او مجلة بتبقى اونلاين، المجلات العلمية ليها ranking معين وبتبقى international وبتحكم رانكينج يعني الرانكينج بتاعها على حسب قوة المقالات اللي هي بتنشرها، بتنشر فقط أبحاث علمية، الساينتفك جورنالز ما بتنشرش مقالات عادية، الساينتفك جورنال ليها طرق معينة في الكتابة اللي هو خامس نوع، لو انتوا فاكرين في المحاضرة اللي فاتت واحنا بنقول اللي هي ساينتفك بيبر، تمام؟ اللي هي الورقة العلمية أو البحث العلمي اللي حضرتك عامله، هو ده المكان اللي بتنشر فيه، اللي هو Scientific Journal بينشر الأبحاث العلمية فقط، تمام؟ فما ينفعش حضرتك تنشر مقالتين في مجلتين مختلفتين بلغتين وهما نفس الشغل. لو نشرت في مؤتمر مثلا، مؤتمر علمي، برضو حضرتك ما ينفعش تاخد نفس الشغل وتنشره في مجلة من غير ما تبلغ الإديتورز أو المحررين للمجلة إن الشغل ده منشور جزء منه في مؤتمر علمي قبل كده. طيب جميل. خامس حاجة البابليشنج the same result many times، برضو مرتبطة بنفس موضوعنا إن حضرتك بتنشر نفس البيانات، قلنا إنه الكلام ده ما ينفعش أو الكلام ده غلط، وبرضو على نفس المنطق إنه هو ما ينفعش حضرتك تنشر أو تعمل publishing لجزء من البيانات وتعيد نشرها، ده ممنوع تماماً وغير مستحب خالص في الببليشنج، لأن الريدر بتاعك مش هيدور جزء في أي مكان تاني، لازم حضرتك تنشر البيانات، لو حضرتك وصلت المجموعة من بيانات ومجموعة من الإحصائيات ومجموعة من تحليل للبيانات اللي حضرتك عملتها، فحضرتك تنشرها كلها في مكان واحد. طيب الكلام ده مش بس للنشر العلمي يا جماعة، برضو لو حضرتك بتكتب ريبورت، لو حضرتك بتكتب دوكيومنتيشن، ما ينفعش تقسم بياناتك على كذا دوكيومنتيشن أو كذا ريبورت، تمام؟ علشان تكتر شغلك، لا، حاول تجمع كل شغلك في مكان واحد، ما تحاولش ان انت ده انا عايز اكتب مثلا كذا كتاب فانشر جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا وهو كتوة كتب وكتوة اسم، ماشي، ده برضو بيفايوليت ان هو مالتيبل بابلشنج، فلازم حضرتك تعرف ان writing ethics دي حضرتك المراقب الأول والأخير عليها هو ضميرك، تمام؟ سادس حاجة failing to obtain approval from authors، هتقولوا لي يعني أنا أكتب اسم ناس تانية على البحث بتاعي وشغلي من غير ما أقول لهم؟ أيوة، هو الأمر يبدو غريب بس هو للأسف بيحصل. طب بيحصل ليه؟ لو في مؤلف أو حد تقيل في مجال معين، تمام؟ في بعض الباحثين
بيستعينوا باسمه علشان شغلهم ياخد تقل الشخص ده، تمام؟ وده طبعا غلط تماما. لازم حضرتك اي حد موجود على البحث لازم حضرتك تبلغه قبل ما تقوم بنشر البحث ده او نشر الحاجة دي. يا جماعة انا كلامي انا بقول بحث، بس هو ممكن يبقى كتاب، ممكن يبقى ريبورت، ممكن يبقى داتا اناليسز لحاجة معينة، مش لازم يكون بحث. حتى يعني هو المستثنى من الموضوع ده لو حضرتك بتعمل مثلا برزنتيشن وبتشير لكلام ناس، هو ده اللي ممكن حضرتك يعني تستخدم فيه اسم حد تاني، بس سايتد برضو، ما تحطش اسمه على البرزنتيشن لان هو برضو ما قامش بالشغل ده. طيب سابع حاجة authorship. لازم تعرف كويس ان العمل اللي بيتم نشره مين اللي ليه الحق في نشر بياناته، وخاصة ان لو كان العمل مشترك مع شركة تانية او مع جهة تانية او مع جامعة تانية، تمام؟ لازم موافقتها رسميا قبل ما حضرتك تقوم بنشر الشغل. بعد كده who isn't an author، يعني مين ما يعتبرش مؤلف. اللي ساهم بفلوس في البحث بدون ما يجري اي جزء من البحث او من العمل ده ما يعتبرش مؤلف، زي ما احنا قلنا في نقطة قبل كده. اللي نسق الملف بس وخده ده ما يعتبرش مؤلف. يعني مثلا في مشروع تخرج واحد خد عمل فورماتنج للدوكيومنت اللي حضرتك مطلعه، ده ما بذلش اي مجهود في الدوكيومنتيشن، ماشي، ولا في المشروع. وكتير جدا بنسمع في مناقشة مشاريع التخرج ان شاء الله باذن الله لما توصلوا ليها، بنسمع ان ناس انا عملت فورماتنج للدوكيومنت، انا ظبطت الدوكيومنت في الاخر. لا، حضرتك كده بتعتبر نفسك اشتغلت؟ لا، حضرتك ما اشتغلتش. مساعد المختبر او اللابوراتوري اسيستنت اللي حضرتك بتجري فيه البحث بتاعك، لو حضرتك مثلا هتستخدم مثلا روبوت لاب مثلا، الاسيستنت ده ما يعتبرش مؤلف. كل دول بيتكتبوا في جزء خاص بالشغل اسمه الاكنولجمنت، ماشي، وهو قسم خاص بالشكر والتقدير لكل اللي ساعد في إجراء البحث ولم يساعد في خطوات البحث نفسه، تمام؟ طيب على النقيض، مين هو المؤلف؟ المؤلف هو اللي ساهم في التحليل والتفسير، اللي فكر في الفكرة ونقد الدراسة، اللي كتب جزء أو أجزاء من الشغل ده، هو ده اللي يعتبر أوثر للشغل، تمام؟ جميل. تاسع نقطة، الكابي رايت أو حقوق النشر. إيه هي حقوق النشر؟ لو وافقت إن جهة معينة هتقوم بنشر بحثك أو شغلك، يبقى أنت موافق بالتبعية على إن أنت تخلي الجهة دي هي المتحكم في البحث وفي إعادة نشره طبقاً لحقوق النشر والطبع الموجودة فيها. يعني حضرتك بتوكل الجهة أو الجامعة أو أيا كانت، أو الجورنال مثلا اللي حضرتك هتبقى هتنشر بحث علمي، أو الشركة، إن هي مسؤولة عن حقوق النشر والطبع وهي المتحكمة الأولى فيها. عشر حاجة، Data Fabrication. يعني إيه Data Fabrication؟ تسمعوا عن مصطلح كده بنقوله دارج بالعامية اسمه فبركة البيانات، تمام؟ يعني حضرتك من الآخر ما ينفعش تفبرك بيانات علشان تعمل شو قدام الناس، تمام؟ ما ينفعش تغير في البيانات علشان يطلع الشغل رائع قدام حد أو في البابليكيشن بتاعتك. ما ينفعش تشيل جزء من البيانات اللي عامل مثلا فوضى كبيرة، تمام؟ لا، اكتبه واكتب تحليلك ليه ان ده جزء
أساسي في الشغل، وتكتب تفسير ليه البيانات دي حصل فيها كده، تمام، أو ليه إيه اللي حصل لها عشان توصلها لكده. لكن ما ينفعش تشيل جزء كبير من البيانات عشان يبدو إن البيانات الأخيرة في غاية الجمال مثلاً، وتعلي الأكيوراسي بتاعتك. لا، دي اسمه Data Fabrication. طيب، Fraud or Error، يعني إيه Fraud or Error؟ الاحتيال والخطأ. برضو هي مرتبطة بالنقطة اللي فاتت، يعني ممكن الباحث يخطئ، إحنا مش ملايكة، ممكن يبدل أرقام مكان بعضها، بس لو كان الخطأ ده بإرادتك ومتعمد عشان تخلي بياناتك برضو شكلها حلو، فده اسمه حضرتك ببساطة احتيال، وهو أكبر انتهاك بين كل أنواع الانتهاكات في الكتابة العلمية. الفرق بين الاحتيال والنصب هو نية، نية حضرتك لا أكتر ولا أقل. خلاص، الفرق بين الاحتيال والخطأ برضو هو نية حضرتك لا أكتر ولا أقل. الاحتيال والنصب مع الخطأ، الخطأ الغير مقصود. في عالم اسمه سنو سنة 1959 قال إن بيان الوقائع الكاذب عن عمد هو أخطر جريمة يمكن أن يرتكبها الباحث. بيان الوقائع الكاذب عن عمد هو أخطر جريمة يمكن أن يرتكبها الباحث. ماشي، فناخد بالنا إن ده أنا ما خدتش بالي دي حاجة، وإن أنا قاصد وبإرادتي أغير دي حاجة تانية، وده اسمه فرويد أور إيرور، وده يندرج تحت الـ Data Fabrication. Permission to reproduce material، يعني إيه Permission to reproduce material؟ يعني لو حضرتك ببساطة خدت جزء من بيانات حد وهتبني عليه شغل معين من شغلك، لازم حضرتك تستأذنه قبل ما تاخد الشغل ده وتعيد نشره وتبني عليه شغل تاني. بعد كده guarantee of material، يعني لازم حضرتك تضمن الماتيريال اللي حضرتك شغال بيها او تضمن الشغل بتاعك. لو بتقدم ورقة علمية او paper لمجلة journal، حضرتك بتوقع على اتفاقية ما بينك وما بين المجلة إن العمل لم ينشر ولا جزء منه حتى نشر، وإنه جديد تماماً مش ملك لحد. دي معظم المجلات بتبعت لك الكابي رايت فورمات دي، وحضرتك بتمضيها نيابة عن أو كل الأوثرز بيمضوها، يعني نيابة إن الشغل بتاعك has a guarantee of material. بعد كده conference and journal publishing، لو حضرتك بتنشر في مؤتمر ومجلة، هتلاقي النقطة دي اتكلمنا عنها سريعا قبل كده. لو نشرت ورقة بحثية في مؤتمر، يستحسن أو يفضل ألا تعيد نشرها في مجلة إلا بعد موافقة الإديتورز. النقطة الأخيرة، should you acknowledge sponsor in a publication؟ هو حضرتك مش اللي سبونسر بس، أو اللي مول بحثك بس، أو اللي مول شغلك بس، هو اللي بيشكر، هو لازم يشكر، تمام؟ بالإضافة لأي حد ساعدك في تجميع البيانات وتحليل أو كتابة أو أي حاجة أو برمجة أو أي أسيستنت حصل معاك في المشروع بتاعك أو في شغلك، أو حتى حد خد البرزنتيشن ونسقه بالنيابة عن حضرتك، ده لازم حضرتك تذكره في جزء الأكنولجمنت، سواء في البرزنتيشن، سواء في الدوكيومنتيشن لمشروع التخرج، سواء في كتابك، سواء في بحثك العلمي. اتكلمنا النهاردة عن 15 نقطة بيشملوا ايه هي حقوق الكتابة او اخلاقيات الكتابة اللي حضرتك لازم تلتزم بيها اثناء كتابتك العلمية او اثناء scientific writing. شكرا يا شباب، واتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضرة.
وإن شاء الله بإذن الله نتقابل على خير المحاضرة الجاية. سلام عليكم.